قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار. إليكم مشاهدين أهم عناوين أخبار اليوم. أخيرا أشرف حكيمي ينضم للمنتخب الأولمبي المغربي قبل الأولمبياد. إبراهيم دياز يرد على حقيقة ندمه بعد تفضيله المنتخب المغربي على حساب إسبانيا. المنتخب الأولمبي يواجه فريقا فرنسيا قبل الأولمبياد. والآن إلى التفاصيل، ولكن من قبل ما تنساش تدير جيم الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار. أخيرا أشرف حكيمي ينضم للمنتخب المغربي الأولمبي. الأسبوع الماضي لم يشارك أشرف حكيمي في تدريبات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة التي أقيمت في مركز محمد السادس بالمعمورة. ومن المقرر أن ينضم أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي إلى المعسكر الإعدادي للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة في مدينة ليون الفرنسية اليوم الاثنين. هذا التجمع يأتي في إطار الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المزمع إقامتها في باريس، والتي ستنطلق في 26 من يوليوز الجاري. ومن جانب آخر، وجه بعض لاعبي المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة صعوبات في الانضمام إلى المعسكر بمركز محمد السادس بالمعمورة بعد أن قررت أنديتهم الأوروبية تحديد يوم الاثنين كموعد لانضمامهم إلى البعثة الأولمبية. الأندية كانت راغبة في إخضاع اللاعبين للفحوصات الطبية اللازمة قبل بدء التدريبات العادية للموسم الجديد. وعلى سبيل المثال، اضطر عبد الصمد الزلزولي إلى مرافقة فريقه ريال بيتيس الإسباني إلى النمسا للمشاركة في الاستعدادات الأولية للموسم المقبل. أما بالنسبة لتدارب الأسبوع الماضي فقد شارك فيها عدد من اللاعبين بما في ذلك منير المحمدي ورضا أسمامة ورشيد غنيمي وهيثم نعوت وعادل تحيف وإلياس بن صغير وأكرم النقاش وسفيان رحيمي والمهدي موهوب. عاجل اليوم، إبراهيم دياز يرد على حقيقة ندمه بعد تفضيله المغرب على حساب إسبانيا. بعد فوز المنتخب الإسباني بكأس أمم أوروبا 2024 على حساب إنجلترا، خرج العديدون ممن يقولون بأن دياز سيكون قد ندم بعد اختياره تمثيل المنتخب المغربي على حساب إسبانيا، لكن اللاعب المغربي وفي تصريح له أقر بأن طموحه الأكبر هو تحقيق الفوز باللقب رفقة منتخب أسود الأطلس، مؤكدا أنه اختار المنتخب المغربي عن حب وأنه اختيار القلب. وخلال مقابلة أجريت معه على قناة بي إن سبورت، أعرب الأسد الأطلسي عن رغبته في تكريم جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي وفوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بإهدائهم لقبا. وأكد دياز على أن قراره بارتداء قميص الأسود كان قرارا محكوما بمشاعره، مبينا امتنانه العميق لكل من المغرب وإسبانيا. وفيما يخص دوره مع المنتخب المغربي، أفاد دياز بأنه يأمل في أن يساهم بشكل فعال في النجاحات المستقبلية للفريق، مثنيا على الروح القتالية لزملائه في المنتخب وعلى الخبرة التي يتمتع بها المدرب وليد ركراكي. يذكر أن إبراهيم دياز قد بدأ اليوم التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد رفقة فريقه ريال مدريد. المنتخب المغربي الأولمبي يواجهون فريقا فرنسيا قبل انطلاق الأولمبياد. يستعد المنتخب الوطني المغربي لأقل من 23 سنة لكرة القدم لمواجهة نادي ليون الفرنسي في إطار الاستعدادات الأخيرة قبل الدخول في غمار دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس ابتداء من 26 من الشهر الجاري. وأفاد موقع انفوسبور أنه بسبب الصعوبات في ترتيب مباراة مع أحد المنتخبات المشاركة في الأولمبياد، اختار المدير الفني طارق سكتيبوي أن يواجه المنتخب المغربي نظيره نادي ليون الفرنسي كتحضير نهائي قبل مواجهته الأولى ضد الأرجنتين المقرر الأسبوع القادم. وقد وصل المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة إلى مدينة ليون الفرنسية حيث يستمر في الاستعداد للألعاب الأولمبية. ومن المتوقع أن ينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر التدريبي للمنتخب اليوم الاثنين، وهم أشرف حكيمي وبيل الخنوس وأسامة العزوزي وأسامة ترغلين وأمير ريتشاردسون وزكريا الوحيدي وعبد الصمد الزلزولي وإلياس أخومش. نائل العناوي يقترب من الانتقال إلى عملاق الدوري الفرنسي.
أصبح نائل العناء لاعب خط الوسط المغربي الشاب والمتألق في صفوف نادي لانس الفرنسي والبالغ من العمر 23 عاما، أصبح محط اهتمام أحد الأندية البارزة في الدوري الفرنسي لكرة القدم. هذا النادي يسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024 وفقا لما أوردته وسائل إعلام يوم الأحد 14 من يوليوز. وخلال الموسم الماضي قدم العناوي أداء لافتا مع ناديه لانس، حيث شارك في 32 مباراة عبر جميع البطولات، وعكس مهاراته الكروية إمكانياته العالية. نائل الذي يعتبر ابن أسطورة التنس المغربي يونس العناوي الحائز على 5 بطولات دولية والمعتزل في عام 2010 نال إعجاب العديد من الأندية داخل فرنسا وخارجها. صحيفة ليكيب الفرنسية ذكرت أن نادي موناكو قد دخل بقوة في سباق التوقيع مع العناوي في الأيام الأخيرة. ووفقا للمصادر فإن إدارة لانس لا تمانع في انتقال العناوي إلى موناكو شريطة الحصول على مبلغ لا يقل عن 20 مليون يورو لتعزيز الميزانية الخاصة بالنادي وتمويل صفقات تعويضية خلال هذا الصيف. وعلى الصعيد الفني قدم العناوي أداء متميزا مع فريقه لانس الفرنسي في الموسم الفائت، حيث أحرز هدفا وصنع 4 تمريرات حاسمة رغم أنه يلعب في مركز الوسط الدفاعي. انتقاله المحتمل إلى موناكو سيمنحه فرصة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، خصوصا أن فريق موناكو قد تأهل إلى دور المجموعات، وهذا يعني أن نائل العناوي قد يخوض المنافسة الأوروبية للموسم الثاني على التوالي بعد مشاركته الأخيرة مع لانس. وولد نائل العناوي في مدينة نانس الفرنسية ويمتد عقده مع نادي لانس حتى صيف 2027، وهو مستعد لكسر هذا التعاقد وبدء مغامرة جديدة مع نادي موناكو الفرنسي، وذلك حسب تأكيدات وسائل الإعلام. وقد أظهر اللاعب المغربي موافقته على الصفقة للانتقال إلى نادي موناكو الفرنسي والمشاركة مرة أخرى في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إن شاء الله. وحتى الآن لم يحسم نائل العناوي مستقبله الدولي بين اختيار تمثيل المنتخب المغربي أو فرنسا، على الرغم من أنه شارك في مباراة واحدة مع المنتخب المغربي تحت 23 سنة وكانت أثناء فترة قيادة عصام الشرعي للمنتخب الأولمبي، حيث شارك في الفوز على البرازيل بنتيجة هدف نظيف في شتنبر 2023. إليكم مشاهدين أهم عناوين أخبار اليوم. أخيرا أشرف حكيمي ينضم للمنتخب الأولمبي المغربي قبل الأولمبياد. إبراهيم دياز يرد على حقيقة ندمه بعد تفضيله المنتخب المغربي على حساب إسبانيا. المنتخب الأولمبي يواجه فريقا فرنسيا قبل الأولمبياد. والآن إلى التفاصيل، ولكن من قبل ما تنساش دير جيم الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار.